هي عش مساخ وهذا القصد. خير ابو سليم طمنا. ما في شيء يا رجل، اخذ رايي بمشكله عائليه وبس. تفضل استاذ فرحان دورك. انا ايه طبعا تفضل. ادخل. يعطيكم العافية استاذ. دب سيدي يعطيكم العافية. حيوان آسيوي. أهلا. مرحبا سيدي. الأستاذ طلال قال لي إنه سيادتكم طلبتموني. إيه أنا طلبتمونك. وصلت. أستاذ ممكن أعرف ليش طلبتموني؟ تعال عندي تعال تعال لك تعال. حاضر استاذ. اذا عرفت شو هالكلمه بقول لك ليش طلبتك. شو هي استاذ؟ مرض معدي من 8 حروف. تاني حرف نون استاذ مو هيك؟ مزبوط. انفلونزا سيدي. انفلونزا. ان اف ال او ان از مظبوط. في الوزة يبدو انه عندك اهتمامات طبيه. لك شيء قرايب مطهر انت شيء؟ شبك ما تجاوب. ما عندك اهتمامات طبيه؟ اللي بتشوفه سيدي. اللي بشوفه انه ما تضيع وقت العمل بحل الكلمات المتقاطعه وتعطل معاملات المراجعين. امركم سيدي. ممكن اسال سؤال سيدي؟ تفضل. ممكن اعرف مين اللي قالكو سيدي؟ العصفورة. العصفورة سيدي؟ ايه اع اص اف او اف اد. عصفورة من 6 حروف. ما بتعرف انا انه في عندي عصفورة بتجيب لي كل اخبار الموظفين؟ ما دريت سيدي بس هلا صار عندي خبر. بتريدني اقول لك شو نقلت لي كمان العصفورة عنك؟ شو نقلت لكم سيدي؟ نقلت لي انك كذبت على احد المراجعين وقلت له انه رئيس قسمك كان عندي وانا لا شفته ولا شافني. حصل هالشي ولا لا؟ حصل. حصل سيدي حصل. صدقت انه في عندي عصفورة؟ صدقت سيدي. ها ها من هلا ورايح ما بدي العصفورة تنقلي عنك الا كل انبص طيب. ام اف اه او ام. مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. مع السلامة. الله يسلمك سيدي. السلام. تفضل استاذ طلال. يسلموا. شو شايف اليوم حابك؟ انت ادرى بصالح. كيفك انس امان؟ اهلين. هلا هلا. خير استاذ فرحان. شو بده المدير العام؟ لا 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 ما في شيء ما في شيء. يعني في كم كلمة مع صلجين معهم كلمات متقاطعة حلنا اياهم ومشي الحال. بس هيك بس. كيف استاذ صلال؟ اهلا استاذ فرحان. الله يخليك يا رب. الله معك. تفضلي ست فاطمة. ايه. يعطيكم العافية سيادة المدير. أنا فاطمة. مرو سيدي. كنت أخذ رأيك بشغلة أخت فاطمة. برأيك هيك الريب بكفي ولا أشتغل لي الدورين الرخار؟ اشتغلوا لكم كم دور كمان سيدي. إيه وأنا هيك عم أقول لحالي كل ما عرض الريب كل ما حلي. كمان بدي أخذ رأيك أنا بشغلة تانية. تفضلوا سيدي. مرتي داخل أمن السادة جاي على بالها كنزة جاكار. عم قول يا حالي يا بنت يعني هذا اللون يا حاله أحلى
ولا الأسود معه؟ أنا عم أقول الأسود بيقتله، أنت شو رأيك؟ شبك؟ ما تردي؟ شو بدي أقول سيدي؟ شو بدي أقول؟ يعني معقول سيادتكم تشتغل بالصوف؟ معقولة ليش لا؟ قلت يا حالي الوزير تبعنا مسافر عنده شهر عسل، ورفقاتي المدراء العامين كلهم قاعدين بلا شغل. قلت يا حالي يا مدير اشتغل لك شوي شي كنزة حسن مالك قاعد بلا طعمة. بس يا تقولي لي حدا اني انا عم بشتغل بالصوم تفضحيني. اه بس ما جاوبتيني، هيك احسن ولا مع الاسود؟ التوبة سيدي التوبة، بحياتي ما عاد اشتغل صوف بالمديرية. كيفك يا طارق؟ الحمد لله معك. انت مها كيفك؟ شو؟ طبخ بيت ولا جاهز من السوق مثل العادة؟ طبيخ بيت وحياتك. ما بصدق. هات صحن تصب لك شربة. تفضل، هات ماما. ما تكثر الجنان. ايه تكرم يا حبيبي. اسلموا ايديك. صحة وهنا. وبعدين اسمعوا لها، كل أكلة بدك تدوا لها وفيها ليمون ما بتقعد جنبي. حاضر بابا. هذه شلون؟ إن شاء الله عجبتك. أنت اللي طبختيها؟ المهم عجبتك ولا لا؟ طيبة كثير. صحتين وهنا. عجبتكم ماما؟ يسلم ايديك يا ماما. صح وهنا. بتريدوا شيء ثاني؟ لا شكرا. لا شكرا. إذا اعطيتنا شيء من ناديلك. منو هي؟ مين بدها تكون؟ شغالة. شغالة. ومنين جبتيها؟ أختي سميرة دبرت لي إياها. ها ها سميرة. شو أخبارك بابا؟ شو أخبار الجامعة؟ عظيمة بابا. ومها شلونك أنت وياها؟ ممتازين. مش حدا قالكم غير هيك؟ لا بس حابين نطمن. صحتين وهنا على قلبكم شباب. على قلبي. هاتي عندك هاتي. كثير راكزه معك هالنزلت الاسود الله يسلم هديات، بس ليش هيك طالعه حمراء؟ ما عرفت. هي مو اول مره تسالني نفس السؤال. في شيء عم يدور ببالك حابب انك تقول لي اياه؟ يا ابني بصراحة بعد جوز خالتك ما صار مدير عام، خايف انا وامك هالشي يأثر على علاقتكم. من انو ناحية؟ يا حسام خايفين لا يتقدم لك شيء ابن مسؤول وياخذها منك. اطمنوا، مها بتحبني ومستحيل تتجوز غيري. طيب خلينا نتجوزكم لكان. ميت هذا وسهلا، هذا وسهلا. تفضلي سميرة. تسلموا ايديك. تسلم والديات. خدي ماما ضيفه لحسام. يسلم خالتي انا عندي ضيافه. طارق خد ماما. بس نحن كنا متفقين انه نزوجهم بعد التخرج، لشو هالعجله؟ طيب شو رايكم نكتب الكتاب هلا ونخلي العرس لبعد التخرج؟ لا 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 انا بشوف نعمل القصه كلها بعد التخرج، نكتب الكتاب والعرس سوا، وهيك بتكون الفرحه فرحتين. فرحة زواجه وفرحة تخرجه. شو رأيك هيك يا غالي؟ ما قلت لي شو رأيك بليلى؟ طبخة طيبة. مو بس بتطبخ. بتطبخ وبتغسل وبتمسح بتعزل كل شيء. وراح تنام عنا.
عنا؟ وين؟ تحت بالغرفة التحتانية، ولقاء أجر إضافي. إضافي؟ معناتها في أساسي. قديش الأجر الأساسي؟ تصور 7000 ليرة بس. بس؟ إيه؟ بزمتك مو لقطة؟ طبعاً لقطة. الله الله يا دنيا. قال وحدي لا بتعرف تقرأ ولا تكتب ومعاشها 7000 ليرة بالشهر ولقطة. وواحد بيفني عيونه بالدراسة وبيتخرج وبيتوظف 3000 ليرة. نايميني بالغرفة التحتانية 5000. أنا بغسل وبطبخ وبمسح وبطحن بن كمان. يلا بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. صباح الخير استاذ. صباح الخير. خدني على الباب. حاضر. الله يسعد يا الصباح مع مين؟ تفضل تفضل. يسلم لي الوش. شو بهون شواربات؟ شواربي ما بهون شيء مع مين. هنن هيك هنن هيك بهون. شلون هنن هيك؟ مبين انه حدا لعبان لك فيهم. ها لعبان فيهم؟ مين بده يسترجي يلعب فيهم ولو؟ عن مين؟ بدها تكون متخانقه مع شيء مراجع وقام قصر لك ياهم. ابدا ابدا مع مين ما بتخانق مع حدا بنوب، كل مين عم فوت بانتظام ابدا. دير بالك يا صابر على شواربك، هدول مو لعبه لحتى يتراهن عليهم، بعدين مرتك بتطلقك. روح بعت لي ابو عبدو. حاضر حاضر. مع مين؟ ابو عبدو ابو عبدو ابو عبدو. صباح الخير سيدي. تمروا شي سيدي؟ شو شلون شاياتك الاكرك عجام؟ لساتهم طيبين؟ طيبين سيدي طيبين. اذا بتحبوا ببعث لكم البريد لمكتبكم سيدي. إيه لا لا تعذب حالك، بس قل لي عم تغليهم على سخانه الكهرباء؟ عالغاز سيدي عالغاز. أصلاً الكهرباء مقطوعة وما عم نشوفها. ترشيد سيدي ترشيد. سيدي بدأ ما يقطعوها 6 ساعات يكونوا 6 ساعات ودقيقة. طمني الموظفين عم يفوتوا ويطلعوا على الدوام؟ طبعاً سيدي على الدوام سيدي. عم يجوا الساعة 8 ويروحوا الساعة 2. ما حدا عم يجي متأخر ولا حدا عم يروح قبل نهاية الدوام سيدي. بيسلم عليك جارك أبو صفوان، وإذا بدك منه شيء قل لي. يعطيك العافية. روح لشغلك. اطلع يا اطلع. يلا عوان لك عمها يا عمها يا هوندا سوزوكي. جاي جاي روميو. لك يلا خذ فيها شوي تاخرت على الكلية. اهلا تعي ناخذ هديك السياره هي عم تطفش. تعي ابو عمار. ايه شو حب وصلكم لشيرني؟ لا لا بس الاوبن عم تقطش وخايف تقطعنا بنص الطريق، بدي اياك تاخذها على المديريه وتفحص لي اياها وتشوف لي شو قصتها. وانتم بشو بدكم تروحوا على الجامعه؟ احنا بدنا نروح بهي السياره.
بلكي المدام اعتازتني. لا لا انا قلت لها اليوم ما عندها طلعه. اكيد اكيد. طيب متل ما بتريدوا. هاي المفاتيح. وهي مفاتيح الاوبن. كيفك؟ شو هالحلو؟ شلون؟ بدكم شيء؟ ارجع عقدي؟ لا لا بروح محل. سلام. سلام. لكن يا عمي يلي بيركب سيارة المديرية ما بقى تعجبه سيارة حسام. شو قصدك؟ عم تتهرب من توصيلتي بعد المحاضرات ما؟ مش ما بدها تجي سيارة المديرية تاخذي؟ سيارتك عندي أحلى من كل السيارات. بوصلك بعيوني أنا. حسام؟ شو؟ أنا زعلانة منك كتير. خير أنا بشو زعلتي؟ شو هذيك المرة بتجيب أمك وأبوك بدون ما تقلي؟ بتعرف إنك أحرجتني كتير قدام أهلي وبتفتحوا موضوع كتب الكتاب بدون ما تقلي؟ فكروني متفقة على هالشي من وراهم. أنا ما بعدتهم، هني راحوا لحالهم. بس أنا فعلا كان لازم خبرك. طبعاً. أنا آسف حقك علي. وين تنصرف هاي؟ خلص بعزمك أنا. إيه يلا أمشي. يلا. إذا المعاملة قانونية بمشي لك إياها براسي. طيب طيب على كل حال أنت مر لعندي وإن شاء الله بيصير خير. أهلا وسهلا مع السلامة. أستاذ طلال. نعم أستاذ. يا ريت تشرف لعندي شوي. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. مر. الموظفين وقعوا؟ كل المداومين وقعوا ما عدا الاستاذ ممدوح. هذا انا عفيته من التوقيع. على كل حال هي المعامله ناقصه شويه توقيع. يا ريت تمشي لي اياها بايدك وتجيب لي اياها فورا. حاضر. تمر شيء ثاني؟ شكرا. اطمن يا ابو حاتم. انت يا اخي ليش بصرتك محروقه؟ المدير مشغول هاليومين وما عم بفضل احكي معه كلمتين على بعضهم. شو بعمل لك؟ حظك هيك. خلص خلص اطمن الاخرة على فاخرة. خلص خلص مع السلامة. ما بقي غير اني فاضو فيها على المكشوف. انسة امل. خير امرني. شو شايفك تقراني علينا؟ ليش ما عم نشوفك عنا؟ ولو استاذ ممدوح انت بتعرف ما مستغني. في حدا عند المدير؟ لا ما في حدا بمكتبه. ويني؟ بيطلي لعنا خلينا نشوفك. ان شاء الله. قصدك ليش ما حكيت من الصباح؟ ليش بقى؟ حبيت اعملكم اياها مفاجأة. المهم رح ضل معك على طول. يعني انت ما حبيت بقدر باخذها. لا حلوت يا شباب هلا حلوت. طيب. كفو ابو احمد خلونا نحضر محاضرة وبعد محاضرة نطلع عليها شوي. يلا يلا شو عليك سكر سكر. لا تنوع بس لحظة. لا خلص طالعين فيها. يلا يلا وان. شو رايكم استاذ اسمه بكره يوم جمعة تشرفونا بزيارة انت والمدام والاولاد على المزرعة؟ انو مزرعة؟ مزرعتي. مدامتي رح ينطف قلبها على ما تتعرف على المدام على الاولاد. كل يوم بتقلي ان شاء الله قلو ان شاء الله قلو. وانا عم بتحيل الفرصه بس لحتى تكون فاضي. المزرعه فيها ما تشتهي. ما شاء الله واضح يا استاذ ممدوح انك انت من عائله غنيه. الوالد شو كان يشتغل؟ وين الوالد ما له علاقه بالموضوع. انا كل شيء بملكه من عرق جبيني.
والمزرعة ملكك. الملك لله. وعلى أجبينك. على أجبينك. برافو عليك يا أستاذ ممدوح، برافو عليك. الحقيقة أنا هي فكرة المزرعة عم تستهويني، مو مشاني، مشان الأولاد، يعني بيتسلوا فيها هن ورفقاته. طيب تقريبا مزرعة بالمواصفات اللي حكيت لي عنها قديش بتسوى؟ يعني بين 5 ملايين والعشر ملايين حسب موقعها وطيبة أرضها وتوفر المي فيها. فيها غطاس ما فيها غطاس، فيها فري ما فيها فري، كله بيفرق. انت بقديش اخذت مزرعتها؟ انا اخذت 3. في كان واحد محتاج لشوية مصاري بده يعمل عملية لمرته، قمت اخذت منه ب6 ملايين مع انه هي بتساوي 15. استاذ ممدوح انت قديش عمرك البركة؟ الله يسامح الوالد. انا عمري 45 بس بالهوية 58. 58. مع انك مبين اصغر من هيك. هذا سيدي الكريم اذا اعتبرنا انه متوسط راتبك الشهري 5000 ليرة ماشي، يعني راتبك السنوي بيطلع 60000 ليرة. 5 ضرب 12 60000. إذا افترضنا أنك عم تقبض راتبك من أنت وعمرك 3 سنين، يعني 55 سنة ضرب 60000 بيطلع 3 ملايين وتقريبا حوالي 300000. 2,700,000 منين جبتهم أستاذ ممدوح؟ أكيد لقيت لك القية أو ربحت لك ورقة يا نصيب. تمام، مين قال لك؟ على شو؟ على نمرة لي يا نصيب اللي ربحتها. العصفورة قالت لي إن شاء الله ألف مبروك. شو قلتوا أستاذ؟ منتظرينكم بكرة بالمزرعة، شوفيركم بيعرف موقعها إن شاء الله. منين جانا كمان هاد؟ دكتور بيفهم الحساب؟ الو، مرحبا سيدنا، شلونك؟ الله يطول عمرك ويخلي لنا اياك، انت سندنا ما لنا غيرك. رولا بتسلم عليك كثير. ايه الحمد لله كلهم بخير. اي والله متضايق شوي، متضايق. هذا يا سيدي المدير العام الجديد اللي جانا. يا اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله. وحسام كيفه؟ بخير الحمد لله. حطيهم انا بضيف. يسلموا هالايدين. الله يسلمك. تفضلي. يسلموا ايديك. يا اهلا وسهلا. شلونها معي؟ ممتازه، مرتبه ومتقنه. يعني مريحتك كثير؟ الحمد لله، كنت خايفه لا تطلع مو منيحه يقوم يسود وشي منك. وشك ابيض على طول. ايه اختي، مالك ناويه تعملي لك شي حفله نعزم عليها رفقاتنا وقرايبنا؟ معك حق. الله وكيلك اكل وشي، كل ما شافوني او سمعوا صوتي عم بيطالبوا بالحلوان. يا اختي بدهم حلوات. انا لازم اعمل حفله ضروري، بس مو هلا، على مهل شوي. ووين رح تعملي لنا الحفله؟ هون، البيت كبير وبيسع. هو من جهه بيسع، بيسع، بس شو؟ يعني عدم المؤاخذه اختي، لازم تغيري هالفرش وتشتري لك فرش يليق فيكي وبجوزك. معك حق، أنا من زمان بدي أعمل تغيير للعفش. طيب أختي، شو رأيك ننزل هلأ على السوق وننقي ونتفرج؟ بصراحة أختي، أبو طارق منبه علي ما أشتري شي بدون علمه. إيه بس نحنا ما رح نشتري هلأ، نحنا بس رح نتفرج وننقي، وبعدين أنت بتقلي له. إذا هيك ماشي الحال، رح رتب حالي وجيب جزداني وإجي. أختي كل الجاتو. بتعرفي اختي انا عامله رجيم. هلا اجي الرجيم تبعك لليوم. يلا مشانك رح اكل. هلا عامله الرجيم. قال هلا بده الرجيم. هيك جوزي بده.
في برد كثير برا سميرة؟ مو كثير. أميرة يلا أنا جاهزة. يلا عجلي. ليلى يا ليلى. نعم مدى. تعالي من الفناجين. يلا أمي باكر كثير لسه؟ عم باكر. لمي الفناجين إذا حدا سأل علي أنا بشوف. ما بطول شي ساعة. يلا أمي يلا. ما في البيت منيحة؟ تكرمي مدى. وين راحت السيارة؟ ليكون بعتي شوفير لشي محل ونسياني. أبداً ما بعتته لمحل. لك وين راح؟ ما بعرف. معقول تكون ليلى بعتته على السوق مشان خضرة؟ بجوز. ليلى؟ يا ليلى؟ أهلين أميرة، شبك معصبة؟ من الشوفير الزفت. شو بو شوفير؟ جيت بدي أطلع مشوار أنا وأختي، ما لقينا سيارة، أبصر وين عم يلف فيها. طيب طيب طيب، هدي بس يجي بنفهم منه وين كان. لازم تعاقبه مشان تاني مرة ما يعيدها. خلينا نسمع منه بالأول وين كان بعدين منشوف. وأنا شو عمل بحالي هلا؟ أجلي الزيارة أو الغية. ما بقدر. خدي تاكسي. بالله شو؟ أنا مدامة المدير العام، اركب تاكسي؟ بدك العالم تضحك علي؟ طيب انتظري الشوفير ليرجع. وبركي ما رجع للظهر؟ طيب شو عمل لك؟ بعتلي سيارتك. طيب طيب طيب، حاضر، ربع ساعة بيكون عندك. أنسة أمل، عدي محل أستاذ طلال على المكتب وبعتيلي أبو صالح. نعم دكتور. أبو صالح خلي الشوفير يروح على البيت مدام عوزته بمشوار بيقضيه وبيرجع لي بسرعة. حاضر على عيني. وغيره؟ سلامتك. أعطيني المرقب. ألو ألو، احترامي سيادة المدير، هون موجود عندي سيدي. شو عم يعمل عندك؟ سيدي عم يفحص سيارتكم الأوبل. الأوبل؟ شو جاب الأوبل اللي عندكم؟ سيدي الإستاذ طارق أبو خالد الله يخليكم يا قال إنها عم تقفش، فبعتها مع السائق مشان نفحصها. فحصناها ما طلع فيها شيء. على كل حال نحن غيرنا لها البلاتين وطقم بواجي جدد أضمن. والمرسيدس وينها؟ مع الإستاذ طارق سيدي. مع طارق؟ خلي الشوفير يرجع الأوبل للبيت ويستلم سيارته المرسيدس وفهمه ما يسلمها لأي شخص مين ما كان. حاضر سيدي. وعمل لي فاتورة بهاد البلاتين وطقم البواجي وبعت لي اياها المديرية مشان ادفع لك اياهم. ما في شيء يحرز سيدي، منخرجهم على حي الله السيارة. عميل مثل ما عم قلك. تأمر سيدي. المدير العام بمكتبه؟ ايه مكتبه. لا انا سيامر، سجلي لي رقم المعاملة عندك. بسرعة تسلمي لي. طيب. صالح. نعم. كاسة مي الله يرضى عليك. يا عيني يا عيني على العنب الزين. هلا خلصني. تفضل.
هاي المعامله صارت جاهزه. خلصت على الاخر؟ على الاخر سيدي. ليش عم تلهات؟ الله يعين بقيه العالم. اذا انا بموقع مسؤوليه طلعت ونزلت على الدرج 30 مره. المعامله سليمه؟ سليمه سيدي، قانونيه 100%. لمين بتحبون سلمها سيدي؟ لا اترك لي اياها، انا بوصلها لصاحبها. خير استاذ، شايفك مزوج في شيء؟ لا ما في شيء، سلامتك. تأمروا شيء؟ بعت لي ابو صالح. حاضر استاذ. ابو صالح. نعم نعم. كلم سياده المدير. حاضر. نعم دكتور. ابو صالح فيل الباب وطلع لي اواعي التنكر والحمي. على عيني. طمني ان شاء الله زاد مشي توقيع توقيع هاي شوف اجي 10 لك مو مصدق عيني 10 توقيع يوم واحد مو معقول ايه لا سدي سيدي سدي معاملتك مو محزنه كل شغلتها 10 15 توقيع بتصدق في توقيع بقي منيمها شهر كامل ايه ما كان العطل اللي بده يوقع كان العطل بالمعامله نفسها ما فهمت شلون يعني انا يا سيدي معاملتك نعساني ما صدقت فوت على درج الا اخذت لها غفوه رحت عاطيها انا قبلتين ثلاثه فيتامين خليتها تنط نط هلا صفي علينا توقيع المدير العام امبارح بعد ما تركتها سمعتهم عم يقولوا انه هذا المدير العام شيء عقده عقده شو قال لك كمان وبيقولوا كمان انه طبيب جراح ما بيفهم لا بامور الشركه ولا بمعاملاتها المعامله الصح بيرفضها والمعامله الغلط بيوقعها لا هو بيقولوا كمان بيعد على اصابعه حق بغراء اللي ربي عد العشرة بقى معامله بيرفضها ومعامله بيوقعها بس ان شاء الله ما تيجي معاملتي على اصبعه الرفض بنكون ساعتها ما استفدنا شيء له سيدي ان الله حجر بقرة وما قالوا لك ام عميش وكمين لا لا ما قالوا طيب شو رايك انه معاملتها فاتت لعند السيد المدير العام وطلعت مثل نسمة الهواء شو عم تقول عم تحكي جد؟ شو الحكي؟ انا ما مصدق عيوني لا سيدي صدق واحكي له لهذول تبع الحجر بقرة انه المعاملات ما بتنام عند المدير العام والله معك حق يا سيدي قل لي قديش كلفت؟ يعني قديش كلفت؟ كلفت ليش انت ما حاطط لها طوارئ؟ بلا حاطط خلص معناتها الحكومه واصله حقها لا بقصد يعني انت الا ما تكون عملت لك رشه هيك او تبخيره على الموظفين لحتى قدرت تحصل على التوقيع كلهم بيوم واحد ايه. شوف انا كان لازم اعمل هيك من زمانها هن نصحوا لي بس انا ما صدقت ما صدقت هالمره نبدت معك لا بخرنا ولا رششنا خلص ولا يهمك بس المره الجايه بشي معامله ثانيه إذا اضطريت أنا بخليخ أو رشريش رح مر لعندها الله يجزيك الخير على رأسي يا أخي أبو عماد أبو إياد الله يرضى عليك الله معك أخي أنا بعرف إنه معاملتي ما لها قانونية لكن ليش إجيت لعندك؟ أنت دبرها مشيها وأنا مش بطريق جاهز هلا أنا ما بحب السفينة بس معاملتك ما رح تمشي لو بتدفع لمصاري الدنيا كلها ما رح تمشي ليش يا أخي؟ كل هالقد المعامله صعبه، في معاملات اصعب منها بكثير وعم تركض رقيق. مظبوط. معاملتك بدها توقيع الاستاذ ابو شريف وهو مستحيل يوقعها، فاحسن لك ما تعرضها عليه منوب ويمكن يرفع فيها تقرير للمدير العام، شلون مشيت بمديريه دمشق قبل ما توصل لهون، وهيك بتخرب بيت اللي ساعدك ومشالك اياها. يعني ما لها حل. ما في شغله بهالمديريه ما لها حل وانا موجود. ومين حضرتك بلا صغرى؟ هلا انت شو بدك بحضرتي؟ ما بدك معاملتك تمشي وانت بيطلع بايدك مشيها؟ طبعا متأكد؟ لو مالي متأكد ما كنت عرضت حالي عليك، هلا بتشوف شلون معاملتك بدها تمشي في الريرة كرسي مي إذا بتمشيها أنا مستعد أدفع لك من 1000 ل 100000 معاملتك فيها شيء مو قانوني؟ يعني هيك شيء إلا تكلم ما في بالقانون شغلة إلا وإلا بخشي نحن ندور على البخشي
الورشه تبع القانون الشرطه والضباط لتمرق معاملتك. اخي دخيلك دبر لي على هالبخشه وشده مطمت ما بدك، بس تستر عرضك مشي لي هالمعامله. لا تضر حالك، ما رح يقدر يعمل شيء. الاستاذ ابو شريف حافظ القوانين كلها عن غيب، وحافظ كل تفسيراتها ومخاويجها، ما رح يوقعها، يعني ما رح يوقعها. لك اخي انت ليش عم تطلع بالزناد؟ من شان ما تضيع وقت وتخربوا بيتي اللي وقعوها لحتى وصلت لهون. طيب بتشارك ان المعامله رح تمشي بالريره؟ بشارك ونقي الشرط يلي بدك اياه وانا جاهز. ماشي يا سيدي، من فركة إذن لفركة مناخير. هلا هذا هو الشرط؟ الشرط مو بقيمته المادية، الشرط بقيمته المعنوية. ماشي الحال، قبلت. أعطيني المعاملة. أعطيها. وين هذا غرفته بشرشان؟ هذيك الغرفة على اليمين. ماشي، سكر شوي. هذا حالي. السلام عليكم. السلام. مرحبا بالشراشيف. شلونك؟ شلون الصغار؟ ان شاء الله ما في مشاكل. شبك؟ شو بعرفني؟ بدك ما تاخذني، ما عرفتك يا سيدي. مو ضروري، بعدين بعرفك على حالي مشان ما تدخل الصداقه على الشغل. انا ما بحب ادخل شيء على شيء. طاح خيف معي، طاح اليوم صبيح. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اخي، شو بتريد مني؟ اللي شو بدك مني وخلصني، مالي فاضي لك، عندي شغل. هلا هذا اسمه شغل؟ ايدي على راسك يا شريف. هلا الراتب اللي عم يعطوك اياه باخر الشهر من وراء الشغل اسمه راتب؟ هاي مسخره. اخي حكي طالع نازل ما بدها، بقدر اخدمك بشيء اللي بسرعه، لا تضيع لي وقتي. لا بس بدي تشخط لي توقيعك الكريم على المعامله. سجلها بالديوان بالاول. ما بدك تشوفها؟ ما بشوفها الا بعد ما تستوفي كل الاجراءات القانونيه. لعيونك بتاش راسي، ربع ساعة وراجع لك. متشرف. ابو الشراشي، هلا عن جد انت ما عرفتني؟ بدك ما تاخذني، ما عرفتك. لا ما حبيت منك اي تاش راسي، طلع فيه امي. لا تعذب حالك، لو بتكون اخي ما راح اشوف المعاملة قبل ما توصل لعندي بالطريق الرسمي. ايه مو غلط، بس يعني ما عرفتني؟ قلت لك ما عرفتك. معناتها شغلنا مضبوط. ما عرفني. مسيح. شو هذا معتاد؟ علمي علمك. على عيني وغيره. كيلو بصل؟ ايه على عيني. لك لسه امبارح شفت لك بطاطا. طيب حاضر حاضر. يا ريت تطلب مني كل هالطلبات. ايه بس لو تسرح شعرك. ماشي يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. لحظة من فضلك. لك خلصيني، ماني فاضي لك، عندي شغل. مع السلامة. ايه مع السلامة. لا استاذ، ليش قطش مخابرتك قطش؟ انا ماني مستعجل. اخي هي مرتي، اذا بدي خليها تحكي ما بتخلص لاخر الدوام. هذا استاذ اذا بتريد سجل لي المعاملة. على عيني. خذها لعند الاستاذ فرحان، خلي اشترى لي. شكرا استاذ. على عيني، مع السلامة. شو مشي الحال؟ حولنا لعند الاستاذ فرحان. ايه انا بدلك على غرفته، امشي. ان شاء الله انا بدي فوت له اياها. لكان انا. اخي ليش عم بتفارق مصاري لكان انا؟ انا مشان مشي لك اياها عند ابو شريف، انا اختصاصي ابو شريف. شو نسيت؟ لا ما نسيت. ايه بدي افرك له من خاله لابرعد. امشي. اعطيه رقم حساب 101 عندك يا هوية. يني في ماشي انا خدم. يعطيكم العافيه. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. مور استاذ، ممكن تاشروا لي هالمعامله؟ ايه على راسي، ثواني تكون معك. شو فرحان، ما بدك تحل كلمات متقاطعه تبع اليوم؟ روح على مكتبك، روح. كلمات متقاطعه بالبيت مو هون. يلا على مكتبك. شوف شو لساك خايف وقصه العصفوره؟ اللي في ماشي. شرف لي. شو عند ست فاطمة؟ شكرا. يا اهلا وسهلا. تفضل. ست فاطمة، ممكن تسجلي لي المعاملة؟ ايه على عيني. اخ يا
اخ يا اميخ، اخ يا اميخ، امبارح طلعت من هون وشي على السوق، رحت الله وكيلك دورت على لون سرقوني، ما كنت لاقي بكل السوق. انت عملت بنصيحتي، جبت بدل الاصفى اسود. هون محل عمل مو مشغل صوف. سكري على حكي الصوف وتفضلي روحي لمحلك، بالبيت اشتغلي على كيفك. شو عم تحكي؟ طول عمرك تشتغلي كنزات هون بالمديريه لجوزك ولادك، شو نسيتي؟ شو صار لك هلا؟ تفضلي على محلك، تفضلي على محلك. الحكي كان على ايام الست منال، هلا انا رئيسة القسم وانا ما بسمح بتضييع وقت المراجعين بشغل الصوف. تفضل عندي استاذ سليم. شكرا يا سلام. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ سليم. اهلين وسهلين يا ميت، اهلين وسهلين. يا ريت شفت لي المعامله. يا ريت غب لك شي ساعتين ثلاثه وترجع. بس انا مستعجل، يا ريت مشيني اول شيء. شلون بدي مشيك حبيبي؟ شلون بدي مشيك؟ مالك شايف جبل قدامي، جبل طلبات على عيني وراسي، بس يخلصوا من عيني هي قبل هي، على راسي على نافوخي من فوق، اول واحد مشي. نظام نظام، حلو النظام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا اخي موفى، تعال عندي لشوف شو الموضوع. اذا كانت استاذ سليم دبر لي هالمعامله مستعجل. على راسي الك هي يعني؟ معرفه معرفه. انا طبعا الدوام شوفها. قول يا رب. مهونة طمني، ان شاء الله هديت الامور مع مرتها. بعدين بحكي لك بعدين. والله قلقان عليك كثير. شو اسا؟ شايف الدور صار شوربة. عرفته مين هاد بالاول؟ لا ما عرفته. يا اخي والله غصب عني، هاد بيكون ابن عمه اللزم للمدير العام. ها ابن عمي. طيب اخي شو بيصير هلا اذا مشيت لي معاملتي قبل هي المعامله؟ مبين عليها انه صاحبها تاركه وما مستعجل عليها. اخي ما بيصير. شو عم تقول انت؟ يعني اذا الرجال ما له موجود انا بسحب اضبارته وبحطها بالسفل؟ ايه ما بيصير هذا الحكي، بنوم ما بيصير هيك. بهالحاله انا بكون عم خون ضميري، بكون عم خون الامانه. بتريدها انت؟ لا بس عجل لك شويه. عم بشتغل، شو شايفني عم بلعب؟ شو لساتك واقف لهلا؟ اهلين سيد سليم، اهلين بنجازي. شو شبابك وين طاحش؟ شو الموضوع؟ سيد هات خوف. شوف شوف لي المعاملة. وانت مين بعتها؟ المدير العام. المدير العام؟ المدير العام؟ ايه انا اخوه للمدير العام، واذا مالك مصدقني مسيك اتصل. لا 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 اخي ما بدي اتصل ولا شيء، مصدقك. بعدين بيقول متى لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشه. وقالك ياها وبوشك لعند ابو شريف على التدقيق. يسلموا تاج راسي. ما هو الله شرفتنا. مسهلين. سعيد سيد سليم، بدك شي خدمه من المدير العام؟ من اخي يعني. بدي اسالك عن جد المدير العام اخوك؟ تفضل. لكن اخي اللزم. اخوك اخوك؟ ايه خي البي. طيب بدي منك هيك شغله كثير كثير بسيطه، شغله صغيره. ايه مول يا سيدي، انا بشتغل نجار عربي. ليه؟ وصححت لي شغله هيك فرفوره كثير، شغله سريعه، يومين ثلاثه وفيها مربح محرز. بقى شو رايك؟ في عندي طلب، فقلت له يا مشان يوقع لي. امسك شوي. هي الشغله مو محرزه، هي حطها بالبريد توقع، بدنا شي طلب هيك متسم اكثر. هو اللي صار فيه انا كنت حطيتها بالبريد، بس ليش؟ الاستاذ ممدوح ما بيرضى، ما بيوقعها. ليش؟ مسيك مسيك خليك يا مشان. ايه هذا الاستاذ ممدوح كل شغله بتجيني دائما بده نصح الصبح. لا اذا هيك لا يهمك، بكره بتاخذ طلب فوتوا لعنا اخي المدير العام وانا بخليه يوقع لك يا دغري. لا تحطه بالبريد باليد. هو يخليني اهلين تاج راسي. اهلين وسهلين. جري جري اشبعوا. هلا صحيح انت اخوه يعني اخوه للمدير العام؟ انت شو رايك؟ ايه ما بعرف خيلتني. معقول يعني اخوه للمدير العام يلبس هيك لبس؟ مو معقول هيك. ايه بس كنت عم تحاكيه بثقة. شفيته؟ شفيته ان شاء الله. انا ما كنت عم حاكيه بثقة، كنت عم بشتبه عليه. طيب سيدي، هي المعاملة وصلت لعند ابو شريف، ارجيني شرطك لنشوف. ايه شرف سيدي، لحظة خوف سيدي. هات شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين.
شلونك؟ مرحبا بشي راشد. ايه سيدي، هاي المعاملة سجلناها بالديوان، داخلت من غرفة لغرفة لوصلت لعندك. لمين هاي المعاملة؟ إلك؟ لا ولي، هاي لواحد صاحبي. رجعله يا لصاحبك قبل ما اخرب بيته وبيت اللي مشاله اياها بالمديريه الفرعيه. ليش شو فيها المعامله؟ المعامله مو قانونيه، واذا صاحبك قدر بطريقه ما يمرقها بالمديريه الفرعيه فعندي مستحيل تبر. ليش يعني المديريه الفرعيه دوله مستقله، مو نفس القانون بيطبق هون وهنيك؟ لا، القانون واحد، بس المشكله باللي عم يطبق القانون. يا نعال معناتها محلولة. مسير سيدي، لكان مضينا تحت توقيعهم. ايه ما تبين على توقيعهم مثل ما مضونا مضينا. عمي انت مبين عليك بدك تسلى، وانا مالي فاضي لك، عندي شغل. ما عيدك تجرسي مشيها. ما رح اوقعها، واذا ما بتطلع من مكتبي هلا رح حول معاملة كلها للرقابة والتفتيش لحتى يحققوا بالطريقة اللي مشيت فيها بالمديرية الفرعية. برافو عليك. يعني ما لا حل. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايش بك ليش معصب؟ خلص خلينا ناخذ ونعطي. خلص دبرت. هون ما في حدا غير أنا وأنت. هون أخونا مو غريب. تاج راسي. وإذا حاسب حساب المدير العام لا تخاف منه، رابطينا معه نحن. أنا ما بخاف لا من الوزير ولا من المدير العام، أنا بخاف من ضميري. برافو. ايه بس يعني هذا الضمير صار موضة قديمة مع الحدا لبسه. انا بدي لبسه، الك عندي شيء؟ موضة قديمة وعاجبني، اخو مرائي شيء؟ لا لا اخو مرائك ولا عديله انا، بس يعني انت افهم من بقية الموظفين اللي وقعوها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، اخي هن الصح وانا الغلط وما بدي وقعها، وهي عندك المدير العام، روح اشتكي له. لا تاج راسي، هي ما حبيتها منك، شو اشتكي؟ سيدي كل مشكلة ولا حلال. الله يعطيه العافية تاج راسي. الله يعافيك. ايدي بسدها بس. ايدي بسدها بس. من خارج سنارك بلكي تدبر لنا اياها. شوف حبيبي، لا تحاول وتتعب حالك. أبو شريف حافظ القوانين والمراسيم والأوامر الإدارية المعمول فيها بشركتنا، يعني بيعرف كل كبيرة وصغيرة فيها، وإذا قال لك معاملتك غير قانونية فلازم تسدد. يعني ما رح يوقعها؟ مستحيل، لأنه مشان مشكلة من النوع، المدير العام السابق كسره من معاون رئيس قسم لموظف عادي، فلا تتعب حالك ما رح يوقعها. سيدي إلا الله. الله للجميع. لك بس لك خطا. الله معك. شو صار معك؟ أم حودة شعيري؟ زيواني عرضت عليه المصاري؟ طبعا ما حتمشي. طب أخي أنا ما قلت لك مستعد أدفع من 1000 ل 100000؟ شلون هي فاتتني ما بعرف، نسيت؟ نسيت وعامل لي حالك فلهوي وحربوه وبدك تمشي لي المعاملة؟ لا مو نسيت نسيت، يعني بدك تقول تناسيت. أنا قلت يا حالي بلكي بجدب عليه مثل ما جدبت على سليم وبيوقع لنا اياه بدون ما يقبض ولا مثلي، كنا بنوفر المبلغ. لك أخي ما بدي وفر شيء، أعطيه اللي بده اياه، بس مشيني هالمعاملة وخلصني بقى. المبلغ معك. معي. امشي طبيعي. حطهم بالجيبة. ايه هي عليكم السلام. هاي 50 سوينا بلش بـ50 وحدة. ايه وحدة. الله معك. بس هيك ما راح يمشي الحال، لازم ندفر للموظف الثاني، لأنه مو معقول يقبض مني تعمل فيه. وشلون بدك تصرفه؟ راح أخلي أخي المدير العام يطلبه. هلا نحن كذبنا الكذبة ونحن اللي بدنا نصدقها؟ معك ليرة. معي ليرة. هات ليرة. هاي ليرة. هاي ليرة. ليرة.
شريف خلي ابو معتز يجي لعندي على المكتب. طيب شكرا. اطفي لك بعد لك المدير عطلتني. هلا بهالسرعه اخوك طلبه؟ يا عندي اخ في الريره انا. اذا كان روح لحق حالك قبل ما يرجع. قلت سير. أرقني ندخل. أهلي أبو شريف. إذا رجعت منشان نفس المعاملة فما رح أوقعها. وهلا شو هدول؟ حب منوي. وليش عم تعطيني إياه؟ بلكي بينملوا ضميرك شي دقيقتين. عم تشيني؟ لا الحب المنوم صار اسمه لشوي ما حبيتها منك هي تاج رازية. لعلمك أنا ضميري حي وصاحي ومئة ألف حبة منوم ما بتنيمه. هلأ حلو الحكي حاسب حسابي. هي 50 ألف حبة وهي 50 تانية صاروا 100 ألف حبة. هلأ بشخور شغير. تاخذ مصاريك من هون ولا بطلب لك الشرطة تعمل لك ضبط رشوة؟ شو يعني ما راح توقع؟ أبدا. بس انت الخسران. ها يا سيدي انا الخسران وما راح اوقعها. هلا بتشوف شلون راح توقعها. وشلون؟ بدون ما تقبض ولا متليك. كيف راح اوقعها؟ استناني 5 دقائق وبتشوف. يلا الله معك. روح. الله بحيي اصلك يا نمر. شو صار معك وقعها؟ لا الحمد لله خفت يضعف قدام المصاري وقعها. لك شو عم تحكي؟ لا ما وقع هذا واحد معقد مريض نفسيا. لك معقول واحد توصل لقمة لتمه ويبعدها؟ يعني ما وقع. وما وقع بس بده يوقعها يعني ما بده يروح مني. بده يوقعها يعني بده يوقعها. طيب شو ناوي تعمل؟ معك ليرة. معي ليرة. هات ليرة. هاي ليرة. هاي ليرة. هلا شو بده يوقعها؟ ما في خبر. سيك لعلاج. هات لعلاج. رايح لعند اخي المدير العام وهلا بتشوف شلون بيوقع. في خط يخرب بيته شفطوا 100 ألف. مضبوط 13 واحد. مرحبا استاذ صلاح. اهلين عم بعتز. 3 مكافآت و10 حسميات. ايه مضبوط. ايه بس انا ناقصني اسم واحد من الحسميات. يعطيك العافيه. اهلين ابو معتز تفضل تفضل سي. ايه شو اسمه؟ علي بليلي. بليلي بليلي. طيب شكرا لك. الله معك مع السلامه. اهلين ابو معتز. اهلين استاذ صلاح. المدير العام طالبني. خير في شيء؟ إيه خبرني انه ابعت وراك عاوز اشوفك. ايه طيب قل له انه انا جيت. المشكله انه هو مو هون. طيب انا شو بدي اعمل؟ طالما هو طلبك معناتها بدك تنتظره. وقال لي خلال ربع ساعة إذا ما إجا هو ترجع لشغلك. بنتظره بنتظره ساعة كمان. شو دكتور؟ لقيت رجعت بسرعة خلصت التمثيلية؟ لا استراحة بين الفصلين. ألو أستاذ أبو شريف أنا المدير العام. أهلين سيادة المدير. أنا عم بسمع عنك أخبار كتير كويسة مشان هيك رح خصص لك مكافأة محرزة هالشهر. الله يخليكم سيدي هذا لطف منكم. قلي أستاذ مرقت معك معاملة باسم صبحي القصير؟ نعم سيدي. إن شاء الله وقعتها؟ لا سيدي. لا ليش؟ لأنها مو قانونية. بس هاي المعاملة مرقت بالمديرية الفرعية قبل ما توصل لعندك. يعني لو كانت مو قانونية ما كانوا مرقوها هنيك. سيدي انا مالي علاقه باللي مشاها. المهم انا مستحيل وقعها. لا 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 وقعها معلش. اسف سيدي ما بقدر. انا المدير العام وعم اقول لك وقعها. ارجوكم سيدي كلفوا غيري يدققها ويوقعها. انا بدي اياك انت توقعها. انا اسف سيدي. وقعها وعلى مسؤوليتي. اسف سيدي. لما بقول لك وقعها يعني وقع. يلي قبلك حاول كتير وكسرني من معاون رئيس قسم لموظف عادي. واكثر من هيك ما بتقدر تساوي. راتبي وتعويض العائله وتعويض التدفئه بدي اقبضهم مثل عادي. عم تتحداني كمان؟
سيدي أرجوك لا تخليني أطلع عن نطاق الأدب وسكر السماعة قبلك. يا ريت تسكرها قبلي. هيك لكان بسيطة. عظيم يا هيك موصفين يا بلا. شو الموضوع دكتور؟ هلأ كنت عم تبهدله؟ بعدين بحكي لك. أنا رايح كمل الفصل الثاني من التمثيلية. قل له لطلال في موظف طلبته يفوت لعندي يخليه عنده لأرجع. إليكم موجود برا. خليه بسمره. بسمره. حاضر. ليرة هنا بيت عمي؟ نعم. شفتني شي واحد شايف شعراته هيك وبيعمل هيك؟ نعم شفته. ما شفته. حط ليفو ليفو ليفو. لك وينك يا أخي؟ وينك أنت؟ شو صار معك؟ أم حول شعيري؟ سيك أمحى بس الحصاد بكرة مو اليوم. شو قصدك؟ أخي عنده اجتماع. وإذا شلنا المزح على جنب؟ لا إذا شلنا المزح مشكلة هيك. لا لا لك هو في واحد موظف صاحبي بيمون على أبو شريف بيخلع رقبته. هذا مفتاحنا لأبو شريف. يعني أبو شريف ما بيقبض غير عن طريقه. بقى إن شاء الله بكرة الساعة 10 لا 10 إلا 10 إلا منحل الموضوع. والمصاري؟ شكيت فيه ما؟ ما حصل الله. أخص أخص عليك. معليش بشيك هدول مصاري خليهم معك. مسيك هي هاتي الحبي لعندك. الصبحي تعو تعو. شو توقعت معاملة؟ لبكرة ليجي مفتاحه. أبو شريف قفل مصدي ما له مفتاح. يا سيدي أنا رح نقعه بالكاز خلي المفتاح يبرم فيه برم. إن غدا لناظره قريب معناها منضل على شرطنا لبكرة. مشي حضر لي مخارك يا كان. مسيك بكرة. السلام عليكم. استاذ طلال. نعم استاذ. ابعث لي الموظف ابو شريف من قسم التدقيق بسرعه. حاضر ما بيحب المظاهر. بيقلي رفع الراس ما بيجي بالثياب والمفروشات، رفع الراس بيجي بالعلم وبس. هذا لمن كان طبيب جراح وبس، وضيوفه معدودين على الاصابع. بس هلا الوضع تغير وضيوفكم رح يكتروا ومستواهم رح يعلى، فلازم تكونوا على قد المستوى. يا اختي انا مقتنعه بكلامك، بس المهم احمد يقتنع. لازم تقتنعي اختي والا بتتبهدلي انت وياه. تعال نشوفه.
انت شلون ترفع صوتك قدامي؟ ما بتعرف انا مين وشو ممكن اعمل فيك؟ بعرف بس ما رح تقدر تعمل كتير. المكافآت نسيتها من زمان، الإضافة الله غناني عنه، تعويضات لجان الله يسامحكم فيها، أذونات سفر ما بدي إياها، مهمات خارج قطر مستغني عنها، أما راتبي الأساسي وتعويض العائلة وتعويض التدفئة ما حدا، لا أنت ولا الوزير بيقدر ينقص منهم فرنك واحد. هدول فيهم مرسوم جمهوري وفوق. لا 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 لا، ما حدا رح ينقص لك شيء، بالعكس أنا رح زود لك يا المكافآت والتعويضات وأذونات السفر يلي بدك يا. مقابل شو الكرم؟ لا شغلة بسيطة بس، كل كم يوم بدك تمشي لي معاملة مثل المعاملة. أرجوك أستاذ خليني أرجع لمكتبي، عندي شغل. أستاذ أبو شريف اسمح لي أقول لك برافو عليك، أنت فعلا مثال للموظف الشريف، وأنا بتمنى أنه يكونوا كل الموظفين مثلك. يعني أستاذ مالك زعلان مني لأني رفضت توقع المعاملة؟ أنا فعلا زعلان منك، بس مو لأنك رفضت توقع المعاملة، لا أبدا، أنا زعلان منك لأنك ما رفعت لي تقرير بأسماء الموظفين اللي وقعوها بالمديرية الفرعية. أخي أبو شريف نحن ما بكفي نكون شرفاء، لا نحن كمان لازم نكشف المسيئين ونعاقبهم ونخلص المجتمع منهم. معكم حق سيدي. والموظف الشريف بالمقابل لازم نشجعه ونكافئه. اطلب المكافأة اللي بتريدها وأنا جاهز. ما بدي أستاذ غير تردوا لي اعتباري بالشركة وترجعوني معاون رئيس قسم التدقيق. طيب ليش مو رئيس قسم فد مرة؟ ما بحق لي أستاذ. السبب؟ رئيس القسم لازم يكون معه شهادة جامعية وأنا معي بكالوريا. بس أنا سمعت يا أخ أبو شريف إنه أنت حافظ كل القوانين والتعاميم والمراسيم المتعلقة بمديريتنا. حافظها كلها أستاذ، مع استثناءاتها وتعديلاتها وتفصيلاتها. طيب شو رأيك عينك مدير عام؟ مدير عام؟ شلون؟ هي شلون بدك تترك لي إياها للمساء؟ بعد الظهر الساعة 5 بتمر لعندي على المكتب وبشرح لك اللي بقصده. حاضر أستاذ. السلام عليكم. مع السلامة. هدول مساء الثلاثة اللي قالي عليهم دكتور، جيب لي اياهم معك بعد بكرة. مساء الثلاثة؟ ايه عندي هن؟ مبلا عندك. طيب جيب لك اياهم. يا شباب خلصونا هلا، هلا محاضرات جوا محاضرات هون. يلا طارق مشينا تأخرنا. هيك ماجد حط لي هدول عندك. خف هذا شرفي لوصلك على البيت. شكرا بدي روح بالسيرفيس. سيرفيس؟ لك خلي لي تروح بالسيرفيس هلا بيطلعوا البنات وبيتفرطعوا. طيب ماجد مثل ما بدك، يلا سلام. مع السلامة. يلا اطلعوا شباب. اضربوا لنا. لا 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 توري. اضربوا لنا. ايوه استاذ موجود. طيب ماشي خليك معي الخط. ايوه استاذ مخابره شخصيه لك. طيب اعطيني اياها. الو نعم. اي نعم انا المدير العام. اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ اهلا اهلا اخي ابو يعرب، اهلا وسهلا. يا سيدي بنتشرف بس على طول شغل، شو بدنا نساوي؟ ليش اشتكى لك؟ طيب بسيطة، أنا بشوف شو لازمه. لا 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 ما تهكلم، على عيني. بسيطة يا ممدوح. وينو هذا برج الثور؟ برج الحمار. علاقة طيبة مع مدير عملك منين يا حصرة؟ تحسن في أوضاعك المالية الله شايف لك من سيء إلى أسوأ. حب جديد وعمر مديد بتاخده من الجيبة بتحط بالإيد. حلوة حلوة ظريفة. تفضل. يا ميت أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
اهلا وسهلا شباب. هلا استاذ ممدوح، شرفت يا ميت. اهلين وسهلين. لا والله ما بتقعد هون. لا معلش لا تحلف هون منيح، معلش عشان الله ما تكسر بخاطري ورا البكتر. قلت لك لا تحلف هون وهنيك واحد. تفضل تفضل. شو بتحب تشربوا؟ قهوه شاي؟ لا ما بدي سلامتك، شكرا لك. تفضل تعال. ابنك خاطر. استاذ ممدوح، انت بتعرف شخص اسمه انور ابراهيم؟ ابو يعرب قصدك؟ شلون ما بعرفه؟ هذا صديقي الروح بالروح، ايده طايله وبيخدم وما بيرفض لي طلب. اذا بدك منه شيء قل لي. هو اللي بده مني مو انا اللي بدي منه. شو بده منك؟ اتصل فيه عم يوصيني فيك. في شيء مضايقك بهالمديريه؟ في حدا مو عاجبك بهالمديريه؟ يعني انت شاكيله؟ لا شو شاكيله، بس من يومين كان عزمنا لعنده على المزرعه انا والمره والاولاد، وقاعدين عم نعمل البربكيو وعم نشوي اللحمه والسمكات. صار حديث عن المديريه واحوالها بعهدكم الميمون، فقلت له كل شيء تمام. بيجوز هو فهم كلامي غلط او حس انه في شيء زعجني. وانا جاي اشوف شو اللي ناقصك اقول لك اياه. بتعرف زعل ابو يعرب صعب؟ صعب؟ اشوف صعب؟ اذا زعل من واحد وخار خورا بيمسحه من الدنيا. استاذ ممدوح قل لي شو ناقصك؟ قل لي تكرم عينك؟ ليكون ناقصك قرطاسيه مثلا وعم تضطر تشتريها من جيبتك؟ انا هلا بعطيهم تعليمات يأملوا لك تشكيله قرطاسيه مرتبه، اقلام فلوماستر واقلام ناشف واقلام حبر واقلام رصاص الى محايه فوق تكرم عينك، وبالراي الى دولاب اذا بدك، ولو اي خدمه انا جاهز. اوعى يكون الازم عم ينظف لك مكتبك او عم تنادي له ما عم يرد عليك. هلا مستعد اعمل له زفه غسله فيها تغسيل. استاذ احمد انا لا لا ناقصك بريق مي وكاستين على عيني تكرم. هلا بخليهم يأملوا لك ياهم. قل لي استاذ ممدوح، اذا ناقصك شيء ثاني انا جاهز. زعل ابو يعرب صعب كثير. سلامتك. مرحبا. اهلين ماما. يلا حبيبي فوت غسل ايديك مشان نتغدى كلياتنا سوا. وين كنت هلا؟ هلا خلصت محاضراتي. ممكن اعرف ليش كسبت على شوفير المديريه واخذت السياره؟ انا ما كذبت على حدا. الاوبل كانت عطلانه فاخذت عواض المرسيدس مشان ما اتاخر انا وماها على الجامعه. هي ما عندك سألة ماها؟ يا ماها يا ماها قولي له لابوك. قولي له ليش ما خلي شوفير المديريه يوصلكم ويرجع؟ والاوبل مين بده ياخذ يصلحها؟ الاوبل ما فيها شيء. رئيس المراقبه اكد لي انه ما فيها شيء. شوفوا لا طارق، هاي الحركات ما راح تفيدها، عم تفهم؟ بعدين اذا مو عاجبتك الاوبل اتركها لاختك واطلع بالتاكسي. سعرك وسعر رفقاتك هدول بالشام علي ما عندهم سيارات، عم تفهم؟ اذا بتحط اجرك بالمرسيدس تبع المديريه رقبتك بتشمطها. هات مفاتيح وحاجه تهزم راسك. يعني كان ضروري تحاكيه من فورتو؟ اتركه ليتغدى وبعدين احكي معه شو ما بدك. هي فات لغرفته بدون ما ياكل. إيه لا تخافي علي خانوم، اصلا ماني بين فيه الاكل. مساء الخير سيدي. اهلا اخي ابو شريف، اهلا وسهلا، تفضل اقعد. حاضر. لا لا مو هنيك، تفضل اقعد هون. هون؟ ايه هون، ما قلت لك بدي ساويك مدير عام، تفضل لهون. ارجوك استاذ يعني ما في داعي للمزح. لا انا ما بمزح معك. اقعد هون لاشرح لك، تفضل لهون. طيب استاذ انا بقعد هون وانت بتشرح لي. اخي ابو شريف تفضل لهون، يعني تفضل لهون. تفضل. استاذ الله يخليك، والله انا ماني مرتاح لهالشغله، خليني ارجع لبيتي. يا اخي ابو شريف عم اقول لك اقعد هون، هي فيها مخالفه للقانون شيء؟ لا ما فيها. اصبح تفضل لهون، تفضل. ما بخبي عنك لا بقلك. شوف اخي ابو شريف،
صحيح أنا مدير عام وأنت موظف عادي، بس الحق لازم ينحكى. أنت بتعرف بالقوانين والتعاميم والمراسيم المتعلقة بالمديرية أكثر مني، ولبين أنا ما أمتلك هاي الخبرة حابب أنت تطلع على كل البريد وتعمل لي دراسة صغيرة لكل معاملة وتحط لي رأيك فيها على شقفة ورقة صغيرة وتخرزها مع المعاملة. بس في معاملات أستاذ لازم نحط فيها رأيك الشخصي. شوف أخي أبو شريف، أنا كل شيء أنت بتقرره رح ساوي، بس هاي المعاملات بتحتاج لرأيي الشخصي، يا ريت تترك لي إياها، أنا باخدها على البيت بدرسها منيح وبحط رأيي فيها. شو؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، هات فرجينا همتك يا سيادة المدير العام، تفضل. أستاذ؟ في إلي عندك طلب. مور؟ ممكن تقرصني؟ شو؟ تقرصني؟ بتحكي جد؟ اي معناتها انا ما عم بحلم. حفلات واستقبالات، فمو حلوة بحق جوزك تجي هالشخصيات المهمة لعنا وتلاقي هالعفش القديم؟ المعنى بقصد يعني لازم نغير قط الصفرة والصالون. وقط النوم شو نسيتيها؟ إذا بدك تغيرها ما عندي مانعها. لا ستي ما رح غير شي، هالفرش عاجبني. هلا بتسمي هالطاولة وهالكم كرسي أوضة صفرة وهالكم كنباية اللي صار لهم من عرسنا صالون؟ بدك العالم يضحكوا عليك يعني؟ أنا ما حدا بيطلع له يحكي علي كلمة واحدة. غلطان يا أحمد، غلطان. الناس ما إلها غير المظاهر. أنا ما بيهمني حكي الناس، المهم كون أنا مرتاح. وأنا ما فكرت برفقاتي وجيراني واللي رح ينتقدوني ويحكوا علي طالع نازل ويساووني مسخرة بلسانهم. يا أميرة يا حبيبتي، بس نخلص من حق البيت اللي بدك يا منشتري. معك مصاري بالبنك منشتري فيهم. يا عيني يا روحي، هدول إذا بدنا نصرف منهم 3-4 أشهر بيخلصوا، يعني برجع على الحديدة. بدك يا لي إشحال؟ لا منشحد ولا شيء، بكره الا ما تقبض. شو قصدك؟ بقصد راتبك يعني. ليش تجاوزت الإشارة؟ أي ما بوقفوها سيدي. لازم نوقف حتى لو ما وقفونا. الإشارة حطوها يا ابني مشان تنظم السير، بعدين الحادث ما بيعرف سيارة مدير ولا سيارة وزير. معك حق سيدي. يا سيدي هذا اللي صار.
أعطاك مكافأة معقولة؟ مكافأة كبيرة كتير كتير أكبر ما بتتصور. قديش؟ 300 500 ألف قديش؟ أعطاني مكافأة ما بتتقدر بثمن. يعني ما في قبض؟ معناتها هي ولتها. بتعرف شو قال لي؟ شو؟ يا أبو شريف الله يعطيك العافية بس؟ شبه؟ بكفي إنه قدرني. ما بتتصور قديش هالمدير كبر بنظري. أنا من أول ما استلم توسمت فيه الخير، بس على الله يضل هيك على طول. طيب وشلون شفت اللي يا ضعيف ولا قاسي؟ عند الحق حق. في أمل يوافق لي على طلب السلفي تبعي؟ وقعها قصدي أكيد بيكون وقعها. وليش لحتى ما يوقعها؟ بعدين يا أبو معتز شفت لك منام إنه المدير حول طلب السلفي لمكافأة. مكافأة؟ إيه مكافأة. وشو فيها؟ أنت كل اللي طالبه 1500 ليرة. أنت بتستاهل أكتر شبك. أنت موظف نشيط ومجتهد ومتفاني بعملك، بتستاهل أكتر من 1500 ليرة. صلي أكتر من 10 سنين ما شميت ريحتها. إن شاء الله على زمن هالمدير الجديد راح تشمها كتير. أصبح أنا طالع شوف الطلب السلفي تبعي. لك عود عود، لسه ما حل المدير العام يوقع البريد. شبك ليش مستعجل؟ تصرف مكافأة 1500 ليرة بدل السلفة وتدفع فورا. استاذ طلال. نعم استاذ. تعال عندي خذ البريد. حاضر استاذ. طبعا. تريد شيء تاني سيدي؟ شكرا. ما شاء الله. كاتب حاشية وكأنه مدير عام صار له 20 سنة. شو؟ كمان هاي؟ يمون مرة السمسمة. شو أبو أحمد؟ شاف صفينا على أبن شو سحب منك المرسيدس؟ سبعت أمك يا رجل شو يسحبها؟ ما صدقنا أنت فرش له سيارة مرسيدس. ما عجبتني هديك، ما عجبتني سواقتها، موديلها قديم، رجعتها. رجعتها؟ لك الله يصلحك، هاي عملة بتعملها. يعني قد ما كان قد ما كان بتضل نمرتها حكوميه، لا حدا بيقدر يوقفها ولا الا تعي ولا الا روحي. لك ما شفت امبارح شرطي وقف وضرب لنا سلام، ومع انه كنا مخالفين. لو كنا راكبين الاوبيل تبعك نترنا مخالفه وما سال على حدا. ولي على قامتك على العمله؟ سيبت لي ركبي اوبيل. اوبيل شو صار لكم يا جماعه؟ طولوا بالكم، ما مطوله لتوصل السيارات الجديده. اخر موديل، اول ما يوصلوا رح استلم وحده خلنج. يعني حتستلم سياره جديده؟ لك كفو ابو احمد كفو. ولو يا ابو الميش. تمام تفضل ابو معتز. يسلموا الايدين. هذا توقيع المدير العام؟ طبعا لك كان توقيع انا. لك ريدون يسلموا لك يسلموا. منيح لي معامله واحده مو 10. انت هربتني. الله معك الله معك ابو معتز. على الارض الله معك. شو صار له؟ لك شو هان؟ هيك بياخذ مكافاه؟ شو ابو معتز؟ شو ابو مفاه؟ صرت تكولك وتمسح جوخ مثل غيرك؟ بعرفك غير هيك. لا لا يا ابو مفاه لا، وحياتك لساتني مثل ما بتعرفني. لك من وين المكافأة؟ من الله، الله اكرم من الجميع، اذا اعطى ادهش. ونعم بالله، وقع هون. حاضر. هون هون ابو مفاه؟ يعني هون. حاضر. وهي للطرابيش. لك ريتهم يسلموا يسلموا هديات. وهي بوسه من الشوارق الحلوين. ها لا من هول. سلام سلام يا طيب. وين رايح؟ ما بدك تحلينا؟ الحلوان بيصلك بعدين. لا كله. للطرابيش طيروا له عقله.
شريف أم شريف. أما منامك طلع مظبوط تمام وتبسر بسرعة. اللي شو شفت لي كمان بالمنام؟ يعني مثل شو؟ يعني ما شفت لي غير المكافأة، ما شفت لي يعني شيء تعويض إضافي إذا سفر. لا ما شفت شيء. لا الله يصلحك. ليش؟ لأنه بصراحة أم شريف كانت مبغوصة، فيقتني من النوم مشان اعمل لك كاسة يانسون. يا الله يصلحها هالام شريف، يعني كان ضروري تفيقك مشان تعمل لك كاسة يانسون. تقوم تعال تعمل كاسة يانسون. على كل حال ام شريف يرضالي عليك، اليوم بتتقل بالعشاء وبتنام لحالك، منه اريح لك ومنه مشان ما حدا يزعجك. فهمت علي يا ام شريف؟ فهمت عليك. دخيل علينا كان. يلا اسحال على مكتبك. على عيني. على شغلك. على مصيرك. على سؤالك. خذ هالمعاملة صور لي اياها بايدك بدون ما حدا يشوفك، واتصل بأبو شريف يجي لعندي. حاضر استاذ. المدام لساتها نايمة. فيقيها وقولي لأختك على التليفون. آسفة. المدام نبهة إذا كانت نايمة ما حدا يزعجني. فيقيها على مسؤوليتي. آسفة مدام. عم قلك فيقيها على مسؤوليتي. في كلام مهم بدي أحكي معها فيه. طيب رح أفوت شوفها، إذا صحيت خليها تحكي معي. أما إذا لساتها نايمة فبدك تتصلي فيها بعد شوي. لحظة. قولي انقلب السحر على الساحر. مدام أميرة. مدام أميرة. صباح الخير مدام. صباح النور مدام سميرة على التليفون. طيب روحي اعملي لي فنجان قهوة. حاضر. ألو؟ أهلا سميرة. صح النوم أختي؟ صحي بدنك. شو لهلأ نايمة؟ الدنيا صارت الظهر. شو بدي أعمل؟ ما عندي شي اليوم. شو ما بدك تروحي أختي على السوق مشان نشتري العفش؟ بطلت. ليش؟ بصراحة أختي أبو طارق ما وافع. ليش؟ إذا ما عجبك العافش مندور على غيره. ما وافق وخلاص، ما بتعرفي عقله. يعني بطلتي تعملي الحفلة؟ بس أنا خبرت كل رفقاتنا. لا الحفلة ماشية هاليومين. طيب بدك مساعدة شي؟ لا ما في داعي، كل شي رح يكون جاهز. طيب طيب أختي ارجعي نامي، حاكيكي بعدين. شو القصة؟ شبهها؟ مسكينة أميرة، جوزها ما قبل يشتري لها أوضة السفرة والصالون. وليش بقى؟ شو بيعرفني؟ طيب شو رأيك؟ نشتري لهم نحن العفش ونقدمه هدية. وشو المناسبة؟ هيك بدون مناسبة، خليها سلفة لقدام. والله معقولة. نازلة بالميزانية ها؟ 90,000 عفش لحسام. لحظة أبو شريف. يعطيك العافية. العافية. تفضل أستاذ، هاي الأوراق اللي طلبت تصويرها، هاي الصور عنها. ماشي. حول لي هدول على الرقابة الداخلية. خليهم يستدعوا كل الموظفين الموقعين على المعاملة ويحققوا معهم ويرفعوا لي تقرير بنتيجة التحقيق. حطها بجيبتك وما بدي حدا يشوفها. حاضر استاذ. عفوا استاذ، الاستاذ ابو شريف عم ينتظرك برا. خليه يدخل بسرعة. حاضر. تفضل ابو شريف، المدير العام بانتظارك. الله يعطيك العافية. العافية.
الله يعطيك العافيه استاذ. اهلا اخ ابو شريف. اهلا، تفضل تفضل. خير استاذ؟ في شيء مو مزبوط بالبريد؟ لا كله تمام، يعطيك العافيه. الله يعافيك استاذ. بس انا طلبتك لشغله ثانيه. مر استاذ. شوف لي المعامله. بعرفها هاي المعامله اللي رفضت توقيعها. ارجوكم استاذ لا تضغطوا علي وتخلوني غير نظرتي فيكم. هالمعامله انا مستحيل اوقعها. انا ما عم بطلب منك توقعها ابدا. انا عندي رغبه انك تصغلي معامله على غرارها تمام وتكون مو قانونيه وبحاجه لتوقيع موظف لحتى تمشي. عفوا استاذ، هيك بكون عم وقع زميلي. معك حق تحمي زملائك وتدافع عنهم، بس لازم تعرف مين تحمي وعن مين تدافع. فهمت عليك. لذلك الله يرضى عليك بتروح هلا لمكتبك وبتنظم لي المعامله وبتجيب لي اياها باسرع وقت ممكن. حاضر. باسم مين نظمها؟ حي الله، اخترع لك اسم. ماشي، رح اشتغل فيها فورا. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. صار معك مشي الحال؟ لسه. وين المعاملة؟ أخذها معه امبارح، وعدني اليوم الصبح استنى هون على أساس بيجيب لي إياها خالصة. وإن شاء الله أعطيته مصاري؟ أصحى، هذا مبين عليه واحد نصاب، أكيد ضحك عليك ولها في المصاري. لا، مصاري ليك معي هون. ها، إذا هيك ما في خوف. هلا بيدوب الثلج وبيبان المرج. إذا بده يجيبها موقعة أنا لحرم أمشي بمعاملة بهالمديرية. لا يا رجل لا تفاول علي، الله يرضى عليك. تفضل هدول، صار جاهزين. طيب، أنسي أمل؟ تاخذي هدول، بتسجليهم وبتأرشفيهم. إيه أستاذ سليم؟ ما قلت لي. لشو بدك تقابله؟ هو طالبك؟ لا، بس يعني بدي اقدم له هالطلب. شو ها؟ طلب اجازه بلا راتب. هذا موقع من رئيس دائرتك بس. لسه بده توقيع من الاستاذ ممدوح قبل ما ينعرض على المدير العام. ورجيني. معلش، يعني هو اخوه للمدير العام. قال لي انه قدمه بدون ما يمر على السيد ممدوح. اخوه للمدير العام هو هيك قال لك؟ ايه اخوه. طيب هلا بدخلها للمدير العام مع البريد. ايه يعني، بس يا ريت ما تحطه بالبريد. خير ان شاء الله. ليش ما دخلها مع البريد؟ لانه اخوه للمدير العام قال لي انه ما حطه بالبريد ودخله بنفسي. يعني على ما يبدو هو حكام الشاني. انت متاكد من الحكي؟ حاكم المدير العام ما بيحب الواسطه بنوبه. والله يعني انا محرج، ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب نظرني لازم. اوكي. استاذ، في موظف برا اسمه سليم حابب يقابلكم. قال اخوكم. ايه خليه يدخل، خليه يدخل. اعطاني هالورقه استاذ سليم. ايه خليه يتفضل. في شيء؟ لا لا لا، ما في شيء استاذ. شرف استاذ سليم، المدير العام بانتظارك. شكرا. يعطيكم العافية سيادة المدير. اهلا. نعم سيدي، أنا جاي مشان الطلب الإجازة اللي حكاكم عنه أخوكم. مين أخوكم؟ سيدي أخوكم. أخي أنا؟ هو هيك قال لي. مين هو؟ أخوكم. لك يا بني آدم، أنا ما عندي أخوة، أنا ما عندي غير أخت واحدة. سيدي يعني شلون صاير الموضوع؟ هو يعني أخوكم بس يعني بيشبهكم شوي مو كتير. أستاذ سليم، أنا مالي فاضي لك. طيب هو هيك قال لي. والله عاد، معناتها بكره بيجي واحد تاني وبيقول لك انا ابن عمه للمدير، بتمشي له معاملته قبل الناس كلها وبدون الدور.
وبيجي لك واحد ثالث بيقول لك كمان انا بعت لي ابن خالته للمدير العام بتمشي له معاملته والعالم عم تستنى، واللي ما له حدا بتضل معاملته للاخير، ما هيك؟ سيدي غلطنا ومنك السماح. النظام نظام والدور دور والنظام بيمشي على كل الناس، يعني ابن عم المدير ما في، ابن خالته ما في، اخوه للمدير ما في، طلع فيه طلع ها، المدير العام بنفسه ما في. سيدي التوبة هي اخر مره. وين موافقه الاستاذ ممدوح؟ سالتك وين موافقه الاستاذ ممدوح ما ترد. سيدي اخوكم، سيدي ما عاد بدي اجازه بلا راتب، خليني اروح على مكتبي. كرمال اخي رح وقع لك اياها، وبغض النظر عن توقيع الاستاذ ممدوح كمان. سلم لي على اخي اللي بيشبهني. ما فهمت شو يعني توقعت ولا لا؟ يعني بدك تقول الطريق على التوقيع. وهالطريق طويل ولا يعني في إن؟ لا اطمن يا ابو حاتم، هلا المدير العام مسافر بمهمة خارج القطر شي اسبوع زمان، واول ما بيرجع اول معاملة رح تتوقع هي معاملتك. بس يعني شو يعني طمني في شي؟ بجوز مفتلنا شي قرشين زيادة يعني. اي ولا يهمها، معك حتى المليون، بس اسرع لي فيها شوي. خلص خلص اعتبرها توقعي وبتقدر تباشر اعمالك. اصبح انا عم انتظر منك تليفون بالقريب العاجل. اطمن اطمن يا ميت، اهلا وسهلين. اهلا وسهلا، شرفت. بس سلم لي على ابو نزار الله يرضى عليك. الله يسلمك، بس لا تنساني ها. لا شو انساك. لا السلام عليك. مع السلامة مع السلامة، شرفت. وبعدين صارت المعاملة بمليون ولسه ما توقعت. ادخل. استاذ ممدوح. شو هاد؟ هدول شوية اقلام وشوية قرطاسية السيد المدير بعت لك اياهم. ادخل من وشي وقاعدهم. لمد. لا بس يعني هدول. روح من وشي احسن ما في الشهر فيك. في عنا احسن منك. عم اقول لك روح من وشي احسن، ما احملك وتبك من الشباك. من الشباك دخيلك. طعم شو هاد؟ شو هاد؟ شو طعم الوشي؟ طعم الوشي؟ طعم الوشي لا؟ لا مو محاياة؟ لا مو محاياة؟ شو بدك كمان؟ طعم روح. لا مو محاياة؟ بسيطة بسيطة بسيطة. أنا أفرجيك بده يروح راح يخلد، أنا اللي بأيام الدائرة. أنا أفرجيك بسيطة. وين أسماء اللي بعرفهم؟ وينهم؟ بسيطة. ألو أنا قلقانة كتير عليهم يا حسام، كلهم تحت رأس هالمديرية، يا ريتها ما كانت. طول عمرهم أبي وأمي متفاهمين، وقت ما صار أبي مدير عام وهي المشاكل بلشت. طولي بالك حبيبتي، هي فترة وهلأ بصير فيها شوية مشاكل، بكرة إن شاء الله بتستقر الأمور ببيتكم وبتنتهي هاي المشاكل كلياتها. يا ريت يا حسام يا ريت، بس أنا خايفة هالفترة تطول. هو بس ما تيجي صوبنا وكل شي بخير. شو قصدك؟ ولا شي. فضل شرفوا سيدي، هاي المعاملة اللي طلبتوها هاي وهي القديمة. يسلموا ايديك، تفضل لمكتبك، ما تنسى موعدنا الساعة 5 المساء. إن شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، مع السلامة. أبو صالح؟ نعم دكتور. فين الباب وشو بدي اياه بالتلفون؟ على هاي. رجع والطابق مكشوف. عشنا ويا ما حنشوف يا ما حنشوف. عوجا والطابق مكشوف مكشوف عوجا.